صباح الخير عليكم أحبتي المستمعين متابعين على الصفحة الرسمية على راديو الغد على الفيسبوك، حياكم الله. اليوم في برنامج تواصل ما يخص قضية الأمطار اللي سقطت يوم أمس على محافظة الأنبار وتحديدا في مدينة الرمادي اللي أيضا نالها نصيب كبير من زخات الأمطار. يعني بصراحة كانت هناك جولة وكان هناك عمل ميداني كبير متمثل بمديرية ماء الأنبار والأقسام الأخرى في محافظة الأنبار، واليوم معنا الأستاذ محمود سالم مدير مديرية ماء الأنبار اللي كان عندهم دور كبير جدا في قضية يعني سحب مياه الأمطار الموجودة في بعض الشوارع بمدينة الرمادي. خلونا نتعرف أكثر عن هذه التفاصيل والحملة اللي كانت يوم أمس في وقت متأخر من الليل لغاية اليوم طبعا في الساعة تقريبا 11 صباحا، ولا زال العمل متواجد في شوارع مدينة الرمادي. بداية صباح الخير عليك والله يقويكم أستاذ محمود، يعني ما شاء الله عليكم جهد كبير بذلتوه من أجل المواطن وراحة المواطن. صباح الخير، حياكم الله الأخوة في إذاعة الغد، أهلا وسهلا. وهذه الجهود طبعا ضمن واجبنا، هذه محافظتنا ومدننا وأهلنا في عموم محافظة الأنبار، وخدمتهم شرف لنا. حياك الله أستاذ محمود. طيب أستاذ محمود، يعني أريد أتكلمني يعني يا هي المناطق اللي ضررت أكثر، وكيف قدرتم اليوم تقضون على المياه المتراكمة في بعض المناطق اللي كانت تحتاج إلى خدمات؟ نعم، مع بدء تساقط الأمطار وجه السيد محافظ الأنبار وبإشراف مباشر من السيد المحافظ بإسناد مديرية مجاري الأنبار من قبل الدوائر الخدمية لغرض سحب مياه الأمطار التي تساقطت بكميات جيدة، أمطار خير إن شاء الله. باشرنا منذ يوم أمس بسحب مياه الأمطار في المناطق التي تضررت، هناك مناطق تتضرر كثيرا بالأمطار، لذلك تم التوجيه إليها وسحب هذه سحب الكميات كبيرة من الماء. والحمد لله الخطة كانت ناجحة، كانت متابعة مستمرة من السيد المحافظ والسيد النائب الفني بأدق التفاصيل، وطول حتى في ساعات الليل كان العمل مستمر. طيب أستاذ محمود، أيضاً المواطن يريد يعرف أي المناطق تضررت أكثر في مدينة الرمادي، وحالياً وين يتركز عملكم في هذه المناطق؟ نعم، طبعاً بحكم محدودية آلياتنا إحنا وجهنا العمل في مناطق محددة بالتنسيق مع مديرية مجاري الأنبار. طبعاً كانت هناك في منطقة حي الضباط وشارع فاكرة كان هناك تراكم الكميات الماء كبيرة، أيضاً منطقة الشارع العام قرب الورار، هذه كانت ضمن مسؤولية مديريتنا، والآن جزء من منطقة الزراعة أيضا ضمن مسؤولية. طيب هل هناك اليوم أكو مكانات يعني لغاية هسه ما وصلها الجهد الخدمي من مديرية ماء الأنبار أو الدوائر المساندة نقدر نقول عليها تضررت بشكل كبير؟ لا طبعا، أغلب المناطق وصلها الجهد، وهناك متابعة من كافة الدوائر الخدمية وحتى من الأجهزة الأمنية، هناك متابعة من بداية سقوط الأمطار ولحد الآن لتحديد مكانات الخلل ومتابعة شكاوى المواطنين. شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر موصول لكم أنتم أحبتي المتابعين، شكرا لكم، انتظرونا في برنامج تواصل في منطقة أخرى في مدينة الرمادي. تقبلوا تحياتي، كان معكم على الصفحة.